استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفه رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه العالم والباحث الشرعي فضيله الشيخ سيدي محمد بن محمد المختار الشنقيطي من جمهوريه موريتانيا الاسلاميه بمناسبه زيارته للمملكه لتقديم الدوره الاولى من برنامج مجالس التفسير والذي يقيمه معهد القراءات واعداد معلمي القران الكريم التابع للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. وثمن معاليه الجهود الطيبه التي يبذلها فضيلته في خدمه القران الكريم وعلومه الشريفه، وخصوصا في مجال التفسير من خلال البحث والتاليف والتدريس والخطابه. ومن جانبه عرب فضيله الشيخ الشنقيطي عن اعتزازه وتقديره لمعالي رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه على هذا اللقاء مثمنا دور معاليه والمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في خدمه الدين الحنيف والقران الكريم. كما شاد بالبرامج العلميه الرصينه والهادفه التي يقدمها معهد القراءات في اطار مساعيه الطيبه لخدمه القران الكريم وعلومه الشريفه ونشرها وتدريسها وفق المنهج العلمي الصحيح والاسهام في رفع كفاءه المراكز والحلقات القرانيه وتاهيل وتدريب العاملين فيها